ليلة يوم كان على Women in Science. ده إيفنت جديد دايماً في الأفريكان ساينس ويك. ما كان عندنا اليوم ده مخصص لدور المرأة. إنه دور المرأة ما هو نص المجتمع، بالعكس إنه هو بيعكس المجتمع كامل. إنك لما تدي حق للمرأة إنها تتعلم، إنها تكون مثقفة، إنها تكون واعية، تقدر تبني جيل واعي، تقدر تبني أسرة واعية، نقدر نبني مجتمع واعي، نقدر نبني سودان أحسن. ناقشنا في الورقة اللي إحنا قدمناها عن الومن في ستيم، اللي هو دور المرأة في العلوم والتكنولوجيا والماثيماتكس، الرياضيات والهندسة. دي المرة الثانية إحنا نساهم مع نيكست أند شاين فورم، وإحنا بندعم الفكرة بتاعت نيكست أند شاين فورم باعتبار إنه أي جهود بتؤدي لإنه الناس تزيد في اكتشاف عقليات قادرة على إنها تحصل التنمية في السودان as a country وفي العالم كله، وبنشوف إنه يعني إحنا محتاجين تتضافر الجهود، لأنه نيكست أند شاين ممكن تكون امرأة، ما بالضرورة يكون رجل. الورقة بتاعتي تكلمت عن دور المرأة في تطوير الزراعة في السودان، ودورنا إحنا كسودانيين وكدولة لازم نساعد النساء ونعلمهم ونتيح لهم كل الممكن عشان نساعدوا بعدين في مطالب نساعد في تطوير الزراعة في السودان. أنا جيت على البرنامج على أساس إنه أقدم مسيرتي العلمية، المواجهات والمصاعب والتحديات اللي واجهتني كمعاقة، ونظرة المجتمع للإعاقة، ونظرة الدولة والتحديات اللي بتواجهها الكفيف مع المجتمع ومع الدولة. الرسالة الأساسية من الشغل اللي قدمته إنه إحنا نفكر في الأطفال كلهم، الأطفال اللي قاعدين في الخرطوم، الأطفال اللي قاعدين في الريف، وكيف الفرص بتاعتهم مختلفة، وكيف أنت كده لما تفكر في كل الأطفال بالتالي أنت بتوسع البيز بتاعك اللي بيطلع منه أينشتاين ده.